بمشاركة أكثر من 100 شاعر وأديب وكاتب من مختلف الدول العربية، وحضور جماهيري من محبي اللغة العربية والشعر العربي. بدأت فعاليات مهرجان الشعر العربي بنسخته الرابعة في مدينة اسطنبول. شعراء لم تمنعهم ظروف بلادهم من المشاركة، وآخرون أكدوا أن لغة الضاد قادرة على جمع ما فرقته السياسة. ما عبرت إلى الضفاف، يعني شعوبنا العربية تقريبا كلها مضطهدة، كلها مهجرة، كلها منفية، كلها يعني لا تجد كرامتها في أوطانها، فهي عند هذا الشعور الجمعي في قلوبها، وبالتالي عندما تتحدث عن هذه الفكرة الناس تتفاعل معك. تلوم يباسي بعدما صرت لاجئا، ألم ترني في الشام كم كنت أخبر. قصائد كثيرة ألقاها الشعراء على جمهورهم، اجتماعية وثقافية وسياسية، لامست قلوب الكثيرين فأبكت معظم الحاضرين. أريد بلادا لا تراني مهجرا. يستمر المهرجان من اليوم 18 وحتى 21 من شهر حزيران على مسرح كلية الإلهيات بجامعة مرمرة، مستضيفا شعراء من أقطار عربية مختلفة، على أمل أن يستمر بشكل دوري. دائما نتمنى أن ترتقي الكلمة كي تصل إلى مساحة كبيرة من العالم، كي يسمع العالم كله صدى الصوت العربي والكلمة العربية. الشعر العربي بين عراقة الماضي وفخامة الحاضر، يتخطى حدود الأقطار الجغرافية ويحط بأرض ليست عربية، لكنها بكل تأكيد تعرف مكانة الشعر والأدب العربي. أن أمسح وجوخ إسرائيل ظناً بأن النصر تطبيع حضاري، إذا ما خلتم في العار نصراً لعمري إنكم ذنب الحمار. فرقتهم السياسة وجمعتهم الكلمة، شعراء الضاد من مختلف الأقطار العربية، كانت ولا زالت حناجرهم صداحة بما خطت أقلامهم. حسين الزيدي، حلب اليوم، من مدينة اسطنبول.